Hello everybody, please be open you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. حبيبي اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الجزء الثاني من كورس التأسيس واللي بنتعلم فيه ازاي هنعلم اولادنا القراية. تاني ازاي هنعلم اولادنا القراية. وقلنا ده موضوع مهم جدا واللي بنتعلم فيه الساونس الاصوات وازاي بقرأ من خلال الساونس اللي هي شكل التشكيل كده بالعربي. النهاردة معدنا مع صوت جديد وهو اللونج اي ساوند. خدنا قبل كده الشورت اي والاولاد عرفوا ان الشورت اي صوته ايه فلما بيجي ورا حرف بيكسر الحرف ده بشكل جديد. اما النهارده ان شاء الله فهناخد اللونج اي ساوند وهنا لازم ابني او بنتي يعرفوا ان اللونج اي ساوند صوته اي يبقى في الاول لازم يعرف صوت الحرف اي بعد كده المفروض ان انا هعرفه ازاي لما يجي بعد حرف ساكن بيتنطق الاي ده او الصوت ده. فببدا اديله البي ويجي وراها واقول له اللونج اي معاها هتبقى باي باي. The K I is kai. R I is rye. H I is high. P I is pie. Die. Tie. Lie. High. Lie. Nye. Rye. Rye. وهنا ناكد ان الار ساوند از را. راي. وبعد ما عرفته صوت الاي او صوت اللونج اي بعد الكونسوننت بعد الحرف الساكن ببدا اقول له بقى الاشكال اللي انا من خلالها بعرف ان الصوت ده لونج اي. تاني اول ما اشوف الاشكال دي من الحروف لازم انطق الصوت ده اي. هبدا اقول له اول حاجه لما اشوف حرف الاي جاي وراه كونسوننت يعني حرف ساكن وبعد كده جاي وراه الاي والاي دي بتبقى سايلنت واحنا قلنا قبل كده اسمها ماجيك اي. فهيبص يلاقي ان الكلمات دي كلها فيها نفس التركيبه دي I consonant E I consonant E I consonant E I consonant E فعشان كده انا نطقتها long I. فعشان كده هنا باي لما احط ورا ال K sound تبقى بايك 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 يبقى ال E silent وعرفوا ان بايك يعني دراجه. The K sound and long I is kai. يلا نحط T sound kite كايت وهقول له ان الاي هنا سايلنت. رايد رايد شوف خلي بالك رايد الاي سايلنت. هايد ذا اتش ساوند از ها 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 سو ات ويل بي هايد هايد ذا اي سايلنت. هبدا اعرفه ان انا برضو بنطق لونج اي او بجيب الساوند ده لما اشوف الاي جاي وراها اي. Like in these words pie pie die die tie tie lie lie. وابدا اعرف برضو ان pie بمعنى فطيره die بمعنى يموت tie بمعنى يربط او كرفطه lie بمعنى يكذب. هبدا اعرفه ان بعرف انها long i لما الاقي الاي جاي وراها gh وهنا لازم اكد عليه ان الجي اتش دي بتبقى سايلنت يعني مش بتنطق. فانا اديته الامثله دي هاي هاي يبقى اول ما نشوف الاي جا ورا جي اتش هينطق الاي لونج والجي اتش سايلنت. هاي هاي لاي فلما يحط التي تبقى لايت برضه لازم يلاحظ ان الجي اتش سايلنت. لايت لايت نايت 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 right 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 يبقى اذا نخلي بالي اي جي اتش جي اتش على طول بتبقى سايلنت. هبدا اقول له بقى ان في صوت كده بيبقى لونج اي بس ما فيهوش اي خالص يعني مش هلاقي فيه حرف الاي ولكن هو صوته نفس الصوت لونج اي. هقول ان الواي في نهايه بعض الكلمات وليس كل الكلمات بلاقي برضو صوته لونج اي. وادي له مثال بالمنظر ده the FL sound is fla fla. يلا نحط الاي fly 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 يبقى الواي هنا صوته لونج اي. the TR sound is tra 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 وانا قلت هنا لازم اخلي بالي ان TR لازم اطلع هواء وفي نفس الوقت عامل حلقه او دايره بشفافيه tra tra فعشان كده بقول try try بمعنى يجرب او يحاول. The SK sound is ska, 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 ska. يلا نحط الاي sky, sky, sky. Sky يعني سماء. The J sound is ja, and you ju,
lie, July, 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 July. يبقى هنا في حرف الواي بينطق نفس الصوت، يبقى هنا هو ما شافش حرف الاي ولكن شاف صوت الاي. تاني، ما شافش حرف الاي ولكن شاف صوت اللونج اي في الواي لما بيجي في نهاية بعض الكلمات. وبكده يبقى انا ابني او بنتي عرفوا صوت اللونج اي اللي هو اي. اي. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. Goodbye. Assalamu alaikum.